وين معانا بالتليفون الدكتور خالد معارف، طبيب النجم السياحي. اكيد نجم كان بعث مراسلة للجامعة طلب خلالها تأجيل البطولة الوطنية، تأجيل انطلاق الموسم الجديد، وكذلك بعض تفسيرات للبروتوكول الصحي للجامعة التونسية. معنا كما قلت الدكتور خالد معارف. خالد اهلا بك. مرحبا بك وبكافة مستمعيك في الاسفل. دونك لو كانت اكل الناس خالد زوز حاجات بعثتهم للجامعة هكا ولا طلب التأجيل وكذلك التفسير للبروتوكول الصحي. احنا الحقيقة سأقول لكم شيء، نشكرك على الاستضافة. احنا شنو عملنا؟ بعثنا مراسل الجامعة فيها زوز طلبات هذوما. انا حابين الجامعة تعمل مراجعة للبروتوكول الصحي، على خاطر البروتوكول الصحي اللي تعمل وقت اللي رجعت الشامبيونات لوكات، وقت اللي رجعت التمارين لوكات جوان، ما كانتش عندنا عدد الحالات الموجوده توا، ما كناش في نفس المرحله الوبائيه. دونك البروتوكول كان اسهل، اللي كيت موجودين نجم تعمل تحاليل للملاعبيه الكل معناتها بطريقه نقولوا احنا منتظمه. توا الشيء هذا ما عادش موجود، توا الحاله الوبائيه تبدلت ولينا دخلنا في المرحله الرابعه، الناس الكل معناها العدد نتاع المصابين ارتفع، والتحليل في المرحله الرابعه هذه ما عادش عنده فايدة إذا كان العباد ما تلمهمش في بلاصة مع بعضهم. كيما المنتخب معناتها، علاش توا البلاغ نتاع وزارة الشباب والرياضة استثنى المنتخب؟ على خاطر المنتخب ما فما حتى لاعب يدخل الاستاج من غير ما يعمل تحليل، وإذا كان عمل تحليل وطلع سلبي اللاعب ينجم يدخل للتربص، والناس كل تبدا في الأوتيل وتحت المراقبة، وكل أسبوع باش يعمل لهم تحاليل. معناها تبدا متأكد أنه من سلامة اللاعبين والأطر الفنية والطبية اللي عندك. باركونت في الجمعيات معناها كل سوا راهو الحجم نتاعها الجمعيه راهو معناها حكايه كيما هذيا، راهو اذا كان باش نعملوها باش تطلب برشا مصاريف وبرشا جهد باش نجم تحصل الملاعبيه المده كامله باش تحضر الشامبيونات. اكد لك اللي مستحيله بالنسبه لبعض الانديه، مستحيل تنجم تدخل في ستاج موسم كامل ولا بتقعد فوتيل بتحصل الملاعبيه، مستحيل ماديا تنجم تقاوم الحاجه هذاك. يعطيك الصحه، تو احنا كيف شفنا الوضعيه الوبائيه وشفنا شنو يلزم، خاطر احنا في نجم هذه ساحل اللجنه الطبيه نتاعنا تجتمع معناها بانتظام وتدرس المشاكل هذه، وخذينا راي الخبراء. يقول لك توا باهي سيدي لم الملاعبيه باش تعمل لهم تيست تبدا التمارين، ومن بعد كل لاعب يروح لداره، يروح للمنطقه نتاعو. معناها ينجم اسافوا شكون يقابل شكون يقابل يجيبها للمجموعه بالضبط. ما نقعدوش كل معناها كل سبع ايام وهاك تشوف لي تيست معناتها لي كيت اللي نعملوا بهم البي سي ار ما عادش موجودين. فما مواطنين زاد معنا، ماناش وحدنا احنا، معناها شنو اللي هو ليكيب الكل خاصوها من الجمعيات الرياضيه. لكن يقول قايل سي خالد هاو في العالم قاعدين يلعبوا، معناها قاعدين يتعايشوا معاه الكوفيد. اكزاكتومون، هذوك في العالم على خاطر عندهم الامكانيات. امكانيات صحيح. في العالم ليكيب موجودين، ما تصور انت الاوروب معناتها ليكيب نتاعهم موجودين بصفه كبيره، الملاعبيه بصفه منتظمه يقوموا لهم بالتحاليل نتاعهم، تشوف مثلا ضرب نيمار ضرب مبابي فاقوا بهم وفصلوهم على المجموعه حتى اللي مباراه وبعد كي يعاودوا رجعوا بالوقت. هذاك كيفاش باش تفيق به انت الملاعبي اللي هو عنده بك التحاليل المنتظمه قبل ما يوصل يعدي زملائه وقبل ما يتفشى الفيروس كما قاعدين نشوفوا في الجمعيات نتاعنا، تشوف في بيجا تشوف في الاسبيرونس تشوف في منزل كوكب منزل النور. حتى انتم في النجم زاد عندكم اصابات، بون شفاو تو نتصور احنا في النجم عندنا معناها المجموعه عندنا اربع اصابات لحد الان، شفاو منهم ثلاثه قاعدة لنا حاله ناشطه واحده اللي هي صالح الحرابي. صالح الحرابي لاعب صالح الحرابي نتمنى له بالمناسبه الشفاء ان شاء الله، ان شاء الله في اخر المرحله وباش نعملوا له بعد ايامات الكونترول. اما صحيح في النجم هذا يسهل العدد سينون ثلاثه الاخرين البلبولي الحذر نتاعنا وقفنا التمارين سينون البلبولي وبن عمر وشكون الحاله الثالثه لاباس نورمالمون الشيخاوي الشيخاوي بن عمر والبلبولي لاباس الحمد لله. تفضل تو فهمتش حبيت نقول لك معناتها تبدا عندك ملاعبيه مضروبين وانت ما تعرفش انه الملاعب المضروب ويبداوا يتدربوا يا اخي شنو صار في الترجي؟ شنو صار في الباجي؟ صحيح شنو صار في هاو توا ومن الباجه تعدات للرجيش معناها والرجيش كيما من الاسبيرونس تعدات للمستير مقابله وديه كيفاش من باجه ملاعبيه الرجيش الكل تمسوا. معناها عندنا قدامنا امثله حيه وما فما حتى بلاغ من الجامعه ما فما حتى بروتوكول صحي جديد. هذاك الشيء اللي دفعنا باش نعملوا باش نطالبوا معناتها بمراجعه البروتوكول الصحي وباش نطالبوا من الجامعه بالطبيعه باستشاره اللجنه الطبيه نتاع الجامعه والهيئه العلميه لمكافحه الكوفيد وزاره الصحه وزاره الشباب والرياضه. تو انت شفتوا البلاغ البارح نتاع وزاره الشباب والرياضه اللي قال معناتها تمنع كل الانشطه الرياضيه بيان سور لمده جمعتين اي
اسكو التمارين تابع للانشطه الرياضيه ولا كل واحد تابع كيفاش يشوفها؟ اكيد تابع. كل واحد كيفاش يشوفها، انت تقول تابع، ما هو من بعد قالك تمنع جميع الانشطه الرياضيه، ومن بعد قال تمنع كل المقابلات الوديه وندرا شنو والدوليه نتاع الفرق. معناها لو كان جات التمارين تمنع، راهو قال تمنع الى بريسيزي التمارين. هو كان معنا في مداخله الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب، ما عرفتش سمعته ولا لا. التوجه حسب ما فهمت من كلامه ما فماش نيه معناتها التاجيل، قال حتى حرفيا الفو باناليزي، معناها الكوفيد لازم نتعايشوا معاه، معناها ولو انه صعيب. هو راهو دكتور سهيل الشملي صديقي كل شيء، ما هو راهو طبيب المنتخب، وهو كطبيب منتخب عنده الامكانيه توفر له الجامعه باش يعمل التيست كيما يحب ويحط الملاعبيه كيما يحب في النزل، دونك هذاك على سي سهيل يدافع على وجهه النظر نتاعو. اماني حبيت يكون معنا منقل اللجنه الطبيه من الجامعه. عندك والجامعه ما تنجمش تاخذ، معناتها الوزاره تقول حاجه ورئيس الحكومه يقول حاجه وزاره الصحه تقول حاجه، اللي هما ماشيين في نفس التمشي راهو. ومن بعد تجي الجامعه تقول لا اني ما عنديش نيه باش نوخر، باهي اني كيفاش ملاعبيتي تو من الموقع نتاعي كطبيب، ملاعبيتي كيف يسالوني يقولوا لي تو انت باش ترمي بينا لل اوبرتيوني معناتها فاس للفيروس هذايا، يا خويا احنا كيفاش باش نعرفوا احنا الفريق الاخر مريقل ولا صحيح. ما يلزم الفريق الاخر يعمل دي تيست ويدخل في اوتيل. عندكم اقتراح سي خالد؟ نعمل نفس الحكايه. عندكم اقتراح شنو التوجه تشوفوا لازم تمشي فيه الجامعه؟ احنا زوز حوايج، زوز حوايج، يا باش نمشيو بامور علميه، يا باش نمشيو معناها بامور سيستم دي نتاعنا الكلاسيكي. الامور العلميه واضحه، يا خويا تحب الشامبيونات تمشي من غير مشاكل من غير ما نعرف نختار الجولات نختار كيما الاوروب. الاوروب علاش واصلت؟ خاطر عندها الامكانيات باش تعمل هكا ولا؟ هو ذا غالي كان توجه الجامعه قبل ما تقف البطوله المره الاولى في مارس وقتها كانت تفكر يعني. شنو اللي تبدل مالا تو؟ هو ما اخوي الجامعه لازم هي توفر لنا ليكيد. توفر الامكانيات. الجامعه تنجم تعمل، توفر ليكيد، ما عندها بيجي مخصص للوحد، توفر لنا ليكيد، توفر تعاون الجمعيات معناتها في التربصات اذا كان فما امكانيه باش نحطوا الملاعبيه. هي الجامعه اول مستفيد من الحكايه دي، خاطر كان باش نمشيو بالسيستم اللي قلت لك عليه برا كاكا وربي يستر ويزن اون باناليز كيما قال بكري. خويا هاك شفت ماتش مسير ودرجه انا اون باناليزي، شوف شو فهمت. هاك شفت باجا 28 ملاعبي، تو جمعيه ضرب لها 28 ملاعبي، شنو نعمل؟ نوقفوا الشامبيونات ولا نكملوا؟ صحيح. قلت دي معناتها باش تبدا الشامبيونات ديجا الاشكال هذايا تطرح حتى في مقابله نابولي واليوفي في الكاس. عنده ناس كبار باهي، هو نقولوا 99% في الكواه المدعبيه اي هذا نتاعهم معقول. اذا وين وقت اللي جريت اللاعبيه اللي ضربوا لي معناتها في بالكوفيد، راني يعني جون جي اختار اللاعبي راهو هو وعائلته راهو. صحيح. وانت بيدك، انت بيدك ايضا، انت ايضا حتى كطبيب تخاف على عائلتك زاده يا اخي بالطبيعه. الناس الكل نخافوا راهو على عائلاتنا وكل شيء. تبقى واحد معناتها هذه حاجه ايفيتابل، معناتها فما عندنا شامبيونان، عندنا نعرفوها كيفاش تصير الشامبيونان، نعرفوا فما كونتاكت، كل شيء نعرفوا، الفيروس ولينا نفهموه شويه. يا خويا يجي نحضروا الارضيه، ما نوخروهاش يا خويا الدات نتاع الشامبيونان، اما وفر لي وسائل الحمايه باش العباد ما تمرضش. سينو التوجه الثاني شنو قلت لي عليه؟ التوجه الثاني انك تاجل البطوله حتى لين المرحله الوبائيه الصعيبه هذه تتعدى. هاو مطوله 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 برامون سي خال الحكايه، توا عام وما فماش حتى حل معناها. ما فما مرحله وبائيه تبدا صعيبه، ومن بعد كيف على الاقل تطيح الكور. يا اخي احنا توا علاش الشامبيونان كانت مبرمجه باش ترجع في جوان ومن بعد توخرت؟ علاش؟ علاش؟ فما وقت اللجنه الصحيه نتاع الجامعه ما وافقتش على البروتوكول هذاك اللي صار من الجامعه ووخروها حتى في الاوت، وما وصلنا لصفر حاله في تونس، ما وصلنا لصفر حاله. صحيح. هاي ما عادش عندنا وقتها، رجعنا وطبقنا بروتوكول بالزايد، اما طبقنا كمان باش نقصوا من العدوى ايفونتويال عدوى. تو المرحله ولات اخطر. سي اون باناليزي اوكي، هنا هو تو سي سهيل يقول لكم باناليز خاطر الملاعبيه صغار وكذا وحتى كيمروا اي عائلاتهم. فما تفاعل من الجامعه سي خالد معاكم ولا مازال فما شيء؟ لا لا، لحد هذه اللحظه ما في باليش اللي هما جاوبونا. في باليش احنا تعرف شنو نحبوا؟ احنا نحبوا اجابه. ما عنديش مشكل ان يتوخر الشامبيونان ولا ما توخرش، ما عنديش، اما خويا وضح لنا من توا قل اي شامبيونان ماهيش باش توخر، وهاو البروتوكول لازمك تعملوا اون كاو. احنا رانا مانيش وحده، الطب نتاع الفرق الكل على الميدان، معناتها كل واحد يتصرف حسب امكانياته حسب معرفته، وما فماش حاجه واضحه. فهمت كيفاش؟ معناتها حتى تواني وقت اللي عملت التيست ل 40 ولادي وقت اللي ضرب لي ياسين، معناتها واحد يوحل ما فماش لي تيست معناتها. صحيح. كي كلمت جماعة الجامعة قالوا لي لا تعمل معناتها تحاليل كان لي كونتاكت بروش اللي هما زوز ملاعبية.
قلت لها ليه ما نجمش يعني رانا نمشوا في البيوس مع بعضنا لازم نشوف عندي شي اصابه اخرى. ايفيكتيفمون يطلع فما ملاعبي اخر ماهوش من الكونتاكت بروش نتاع ياسين تضرب. معناها لو كان طبقت التوصيات هذيك اللي هي كانت شفهيه وماهيش مكتوبه فهمت تتحمل انت مسؤوليه. معنا اللاعب المصاب في البيوس وراه صارت لنا عدوى كيما جماعه اخرى. صحيح واضح يعطيك الصحة. اوكي حاصل ربي ان شاء الله بالحق. انت احنا حاجتنا ما عندناش مشكلة لا توخير لا تقديم لا تأجيل ما حاجتناش. نحبوا كان باش تحطوا في الداتا هذيك وضحوا لنا بروتوكول كيفاش. تبدا الامور واضحة قبل بداية الكومبيتيسيون مش وقت اللي تاكل بعضها نأجلوا دون لا كاتاستروف. من توا نقراوا حسابنا نتعلموا من كيما اوروبا من توا يا خويا كل شيء يبدا واضح. واضح يعطيك الصحة شكرا لك سيد خالد معرف على كل هذه التفاصيل مدينة بها بخصوص طلب النجم الساحلي للجامعة التونسية لكرة القدم بتأجيل انطلاق الموسم القادم للبطولة المبرمج كما نعرف الناس الكل 24 اكتوبر ان شاء الله. ايضا بعض التوضيحات حول البروتوكول الصحي اللي وضعته للجامعة بعض التعديلات اكيد بون معقول برشا الكلام خاطر ما عادش تنجم تحصلها تو خصوصا مع تفشي الوباء. فاصل ثم مواصلين في استقبال ضيوفنا حتى